هاي، انا اسمي يارا احمد، جايز عندي 9 سنين، وده البروجكت بتاعي ليفل 2. انا عامله لعبه روك بيبر سيزرز، تعالوا نشوفها. انا عامله فروم راندوم انبوت راندوم راندوم، دي عنده هو بالنسبه له ان هو يختار راندوم، يعني يختار روك بيبر سيزرز دي عشوائي عشان ما يبقاش فيه غش او كده. بعدها عامله ليست فيها روك وبيبر سيزرز، ده عامله كمبيوتر ايكوال تي راندوم من 0 ل 2. من 0 ل 2 ليه بقى؟ علشان هو الكمبيوتر بيعد من اول واحد، من اول زيرو، ده بالنسبه له واحد. ده عامله بلاير ايكوال فولز، ليه بقى عاملاه فولز؟ علشان يقعد يلف تاني ورا بعض ورا بعض ورا بعض من غير ما انا اقعد ادوس ران. وبعدها عامله الوايل لوب بلاير ايكوال ايكوال فولز، عشان ايه؟ يقعد يلف برضه. بلاير ايكوال انبوت روك بيبر او سيزرز، تمام. وبعدها عامله اف بلاير ايكوال ايكوال كمبيوتر برنت ات تاي، يعني تعادل. else if player equal equal rock، وعاملاها ما بين quotation marks علشان ده يعني اسم، مش يعني عشان ده انا مش variable عنده موجود في الكمبيوتر يعني، تمام. بعد عاملة if computer equal equal paper print you lose computer covers player، وطبعا هو تحت هي computer دي بالنسبة له paper و player هي rock، يعني هيقول لي you lose paper covers rock، تمام. بعدها else print you win player smashes player، ده طبعا اللي هو الروك، تمام. وكل الكلام اللي تحت ده معايا اللي هو الاف والالس اف وكده، ده كله تبع الوايل لوب علشان يقعد يلف، تمام. وبعدها عندي نفس الكلام، نفس الموضوع بالظبط، بس يعني كلام مختلف، يعني ده paper، هنا rock، هنا scissors، هنا scissors، هنا يعني كده، تمام. بعدها else print that is not availed check your spelling. وبعدها عامله print equal print player equal false وcomputer equal t random عشان يقعد يلف. بعدها تعالوا نشوف run بقى. مرة هنعمل rock، مرة هنعمل paper، مرة هنعمل scissors، مرة هنعمل حاجة مش عنده أساسا. هنعمل rock. قال لي you lose paper covers rock، جابها لي تاني. هعمل المرة دي paper. paper. قال لي you lose scissors cut paper. تعالوا نشوف بقى سيزرز. it's a tie rock paper scissors، it's a tie. بقى هعمل لي تاني. المرة دي هعمل rock مثلا spell بتاع غلط، يعني هعمل rock. قال لي that's not available check your spelling، وبعد هيقعد يكررها لي 3 مليون مرة. شكرا جدا.